السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء. أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة البيضاء وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح البحيبح أن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة من محورين، محور نعمان ومحور ناطع الملاجم، تمكنت القوات خلاله من تحرير عقبة القندع بالكامل. وفي السياق ذاته أدت المواجهات إلى مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش الوطني، فيما تم أسر عشرات آخرين وتدمير عدد من العربات القتالية التابعة لهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: الأهمية الاستراتيجية للمواقع التي حررتها العملية العسكرية في محافظة البيضاء، والدور الذي يمكن أن يلعبه ذلك في استكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. استعادة عقبة قندع تسرع من معركة الحسم في محافظة البيضاء. أطلق الجيش منذ الأربعاء عملية عسكرية هي الأكبر من نوعها على هامش المعركة الرئيسية الدائرة في الساحل الغربي للبلاد. العملية العسكرية الواسعة انطلقت عبر محوري نعمان وناطع الملاجم، وحققت معظم أهدافها الرئيسية والمتمثلة في تحرير عقبة قندع والقريبات آل عواض، حيث يمر الخط الرابط بين مديرية نعمان في البيضاء ومديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة. تتيح السيطرة على عقبة قندع وفقا للخبراء العسكريين التحاما سهلا للجيش مع كتائبه المقاتلة في مديرية ناطع المجاورة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية التحام جبهتين نعمان وناطع مع جبهة الوهبية في السوادية. بهذه الروح القتالية العالية تحم رجال القوات المسلحة والمقاومة عقبة قندع وأعينهم على الكمية المحدودة من الذخيرة التي يحتاجها المقاتلون لإنجاز الحسم العسكري في هذه المنطقة الاستراتيجية من محافظة البيضاء. وحدة الهندسة العسكرية حضرت في صلب هذه المعركة وقامت بنزع عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيا في هذه العقبة والمواقع العسكرية التي غادرتها مكرهة تحت وطأة الزحف الشجاع لرجال القوات المسلحة. الحصيلة النهائية لمعارك الساعات الأربع والعشرين الماضية في نعمان وناطع هي مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين وأسر أكثر من 30 عنصرا منهم، فضلا عن تدمير 3 أطقم قتالية وتدمير عربة BMP تابعة للميليشيا. معركة البيضاء تؤكد حاجة الجيش الوطني إلى توسيع مروحة عملياته العسكرية بما يسرع من تحقيق الأهداف الشاملة للحرب ويتجاوز التوظيف التكتيكي للعملية القتالية في الجبهات الرئيسية، وهو النهج الذي يعتمده التحالف على نحو متواصل منذ 3 أعوام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل والخبير العسكري العميد حسين العمري. مساء الخير سيادة العميد. العميد حسين العمري مرحبا بك. إذا ربما فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بالعميد العمري، وأيضا سينضم إلينا القيادي في المقاومة الشعبية أحمد المصعبي، وكذلك قائد محور البيضاء سابقا العميد الركن مراد المرادي. في حلقة اليوم في محافظة البيضاء تقدم الجيش الوطني وحقق العديد من الانتصارات، وكان أبرزها عقبة القندع، هذه العقبة الاستراتيجية التي ربما كانت تمثل يعني حجر عثرة كبيرة أمام تقدم الجيش الوطني باتجاه محافظة البيضاء، وبتحريرها اليوم ستكون المهمة ربما أسهل كما يقول بعض القادة الميدانيين في جبهة محافظة البيضاء. هذه المحافظة التي ظلت منسية لأكثر من يعني سنتين أو 3 سنوات لم تعطى الأهمية الكبيرة من قبل التحالف العربي والشرعية في دعم هذه الجبهة، وظلت تقاتل وتقدم الشهداء والجرحى من أجل نيل الحرية ومن أجل طرد ميليشيات الحوثي. إذن الآن عاد إلينا العميد حسين العمري الخبير العسكري. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء الخير أخي العزيز. مرحبا بك سيادة العميد. برأيك بداية، عقبة القندع وأهميتها الاستراتيجية في معركة تحرير البيضاء.
اولا اخي العزيز دعني اشكر قناه بلقيس وكل العاملين فيها على الاستضافه عبر الهاتف على اهتمامها بسير المعارك، معارك الكرامه في جميع الجبهات منها جبهه البيضاء التي نحن في صدد الحديث عنها. طبعا بفضل الله وقوته بفضل الرجال الصادقين المنتسبين للجيش الوطني والمقاومه الشعبيه الابطال، البيضاء تتطهر من رجس ونجس الميليشيات الحوثيه من محورين، المحور الاول هو محور جبهه نعمان بقياده اللواء الركن مفرح بحيبح قائد اللواء 26 ميكا والعميد الركن مبارك الحارثي قائد اللواء 162 واللواء 153 بقياده العميد احمد صالح العقيلي واللواء 119 بقياده العميد علي صالح الكليبي ومعهم المقاومه الشعبيه من ابناء قبائل مارب وبيحان والبيضاء حققوا انتصارات هائله بعد ان سيطروا على عقبه نقيل القندع الاستراتيجيه. وطبعا نقيل القندع هو نقيل مهم جدا ويعتبر من التضاريس الصعبه والوعره لكونه يعني مرتفع ارتفاع شاهق، وكانت هناك عوائق كبيره تعيق تقدم القوات الشرعيه نتيجه وعره التضاريس وكذلك الالغام التي زرعتها الميليشيات السعوديه باعداد كبيره، لكن استطاعوا بفضل الله وبقوه وعزيمه الرجال الابطال المنتسبين للجيش والمقاومه الشعبيه ان يسيطروا على هذه المنطقه الهامه والاستراتيجيه والتي مكنتهم من التقدم سريعا باتجاه مفرق الشيخ علي عبد الرباه العواضي في مديرية نعمان ومن ثم التوجه الى الغول. وقد اصبحت الان اخر الاخبار التي وصلتني لانني اتابع مباشره من قلب الحدث بان القوات بفضل الله استطاعت ان تلتحم في منطقه فضحه، وهذه هي الجبهه الثانيه التي بقياده العميد المنصوري صالح عبد الرباه المنصوري جبهه ناطا. نعم. طيب سيادة العميد ابقى معي سنتحدث بصورة أكثر تفصيل حول التحام الجبهتين وأيضا الهدف القادم للجبهة، لكن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث قائد محور البيضاء السابق العميد الركن مراد المرادي. سيادة العميد مرحبا بك. يا حياكم الله يا مرحبا. أهلا بك سيادة العميد. المقاومة والجيش الوطني في البيضاء يعلن عن عملية عسكرية واسعة، برأيك هل ستكون هذه المرة فعلا عملية يعني ستنتهي بتحرير محافظة البيضاء أم كالعمليات السابقة التي يعلن عنها ما إن تبدأ حتى تنتهي؟ أولا نقول بسم الله والحمد لله، وثانيا نشكركم على الاستضافة. قناة بلقيس لنا معها يعني حديث سابق من سنتين يعني، والحمد لله كانت تصوراتنا صحيحة فيما يتعلق مسرح العمليات على الجمهورية في الجمهورية اليمنية إجمالا. نعم. وبالنسبة للبيضاء نحن نعرفها ونعرف أهلها، والذي استفدناه يعني الفائدة المرجوة الذي أخذناها في هذه الفترة، المناطق الجبلية في اليمن لا نستطيع أن نتعامل معها بمسمى الحروب الكلاسيكية السائدة. نعم. يعني كتل دبابات ومدافع، وإنما تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال والمعدات، والأهم الأهم من هذا كله أن نفهم طبيعة الأرض والميل الشعبي في المناطق يمكننا من الحصول على 50% من موجبات النصر. نعم. ونعم ونحن نعرف البيضة ونعرف رجالاتها، وأتحدث الآن على الهواء وعبركم. البيضة أما أن تكون شوكة أو 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 أو, أو جائزة رأى أهل الشرعية والجيش القوات المسلحة اليمنية، أو أن تكون أو ستكون صعبة في حالة عدم فهم ما يجب أن يتم في مسرح العمليات هناك أو في التعامل مع أهلها. وأنا أريد أن أقول يعني نحن كان أنا لا 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 أريد أن أستهين بما قدمه الأبطال وأبطال الأبطال من رجال الرجال الذين صنعوا هذا النصر الرائع وصعدوا إلى قمم جبال لا تصعدها حتى الطيور. نعم. يعني انتصار رائع، ولكن يجب أن نقف مع أنفسنا بواقعية، ويعني هل كان بالإمكان أن تكون أمورنا أفضل فيما لو يعني بما معناه كانت عندنا منطقة محاذية لمنطقة الجريبات ومديرية نعمان اللي هي مديرية العبدية،
وكانت تؤمن لنا خط امداد سالك وامن ويمكن ان ان ان, أن تسمح لنا بتمرير قوات الى منطقه نعمان وقتل الجندع بدون ان نقدم هذا الحجم من الخسائر سواء في باحان او في الجندع. وانا لا اقول الان الا ان الله يحاسب من تقصد كان هناك خطا يعني عسكري. أيوة سياده أيوة العميد تقصد ان أيوة هناك خطا عسكري ارتكب. نعم سياده العميد تقصد نعم هناك خطا عسكري ارتكب ب يعني التقدم من جهه عقبه القندع ولو اتوا من 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 مديريه نعمان كان اسهل بالنسبه للجيش وتكون الخسائر اقل. اسهل بكثير ولكن مجاملاتنا لبعض البعض ولشخوص اجتماعيه ترى انفسها تريد يعني مثل مثل الشعب يقول لك عين في اللحمه وعين في المرق. يعني كان في امكاننا ان 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 ننهي معركه باحان اجمالا باقل مما دفع سواء في باحان او ما ندفعها الان في عقبه القندع. وانا الان اناشد عبرك القوات المسلحة ألا تتوقف. الآن المانع الرئيسي أصبح منطقة فضحة. فضحة إذا تم السيطرة عليها أصبحت الأرض سالكة باتجاه العريف وهي مفرق الطرق يعني باتجاه البيضاء والسوادية وفي بلاد الملاجم. ولا يجب أن نسمح للعدو بأن يستعيد توازنه أو أن يزرع الأرض ألغام. وأنا أعتقد الآن أن قد استعاد توازنه. يعني عملية التوقف لا يجب أن يظل إدامة الزخم والاندفاع. وإذا سيطرنا على فضحة أصبحت الأرض أمامنا سالكة. نعم سالكة. نعم وأهني قواتنا المسلحة بالنصر. وأنا أيضا أشدد على أن تحويل الجهد الرئيسي من منطقة قانية إلى منطقة نعمان والملاجم وبلاد مديرية الملاجم و نعم اعتبارها هي الاتجاه الرئيسي للوصول الى العريف والى السوادية لاعتبارات لا مجال لذكرها الان. نعم طيب عميد مراد ابقى معي واعود للخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسين العمري. سيادة العميد اذا العميد مراد المرادي وهو قائد محور البيضاء سابقا يقول انه ارتكبت اخطاء ولو تم يعني التقدم من مديرية نعمان باتجاه البيضاء كانت التكلفة اقل ويعني وهناك انجاز ايضا كبير على الارض. برايك يعني هذا التباين وعدم يعني نسميه انسجام فيما بين القاده الميدانيين في البيضاء كيف سينعكس على تاثير المعركه في البيضاء؟ طبعا اولا اوجه تحيه اخاوي وزميل للزميل العميد الركن مراد بريك قائد محور البيضاء السابق. طبعا انا احترم رايه وقد يكون له يعني مبرراته الخاصه كونه يعني كان قائد محور البيضاء ومطلع. لكن في نفس الوقت لا نستطيع ان نحمل من وضع الخطه العسكريه اخطاء ونحن لم نكن مشاركين في هذه الخطه او مشرفين عليها. فلذلك نقول الحمد لله بان تمت الامور على ما تمت عليه. وفي الاخير هو الاستراتيجيه التي وضعها القاده العسكريين هو تحرير محافظه البيضاء. ولا يعني نختلف على نوعيه التكتيك او طريقه نعم التي سلكوها. والذي نقوله بان الانتصار شيء رائع جدا ولكن سياده العميد يعني هذا صحيح النصر تحقق على الاقل في عقبه القندع لكن الخسائر والتضحيات تكون كبيره. ويعني مثل ما تحدث العميد مراد لو كان هناك ايضا تخطيط والتقدم من جبهه نعمان لكانت الخسائر اقل والحفاظ على الارواح يعني مهم بالنسبة لأي معركة وللجيش الوطني والمقاومة. حقيقة الأمر أخي العزيز نحن في هذه اللحظة التي تحقق فيها النصر لا نريد أن نوجه اللوم على أحد. فزملائنا أيضا الذي شاركوا في هذا النصر لهم وجهة نظرهم وهم قادة عسكريين متمكنين. وطبعا هناك الخطأ في التكتيك ليس عيبا ولكن الخطأ في الاستراتيجية هو العيب الذي نعيب على من وضع الاستراتيجية. ما دام نحن نسير في تحقيق الاستراتيجية والهدف منها تحرير البيضاء ومن ثم التوجه باتجاه دمار إن شاء الله قريبا نقول أن الانتصار جيد. ولكن أنا أشارك الأخ العميد مراد طريق فيما طرحه من حيث الوقفة العسكرية. يجب أن لا تكون هناك وقفة عسكرية وهذه حصلت سابقا معهم في جبهة بيحان وكانت تعتبر يعني نقطة سلبية. وأنا شخصيا ناقشتها مع اللواء الركن مفرح بحيث عندما زرته في السعوديه وشاركني الراي. نتمنى ان لا يكرروا هذا الخطا وان يتم الاستمرار في التقدم لان قوات الميليشيات الان في انهيار وفي انكسار ويجب عليهم ان لا يعملوا وقفه اطلاقا حتى لا يستطيع العدو من تجميع قواته
نعلم بأن هناك عوائق تعوق التقدم السريع، منها وضع الألغام وعورة المنطقة وصعوبتها في التقدم، خاصة يعني فضحة، من يتكلم عن فضحة يتكلم عن نهم رقم 2، إن لم تكن أصعب من نهم ففضحة هي منطقة جبلية وعرة جدا لا تختلف كثيرا عن نهم، أن لم أكن مبالغا أقول أنها أصعب من نهم، لكن أمام همة الرجال وأمام الروح المعنوية المرتفعة لمنتسب القوات الوطنية الشرعية والمقاومة الشعبية سيتقلبون إن شاء الله عليها. نعم. والذي نتمنى في هذه اللحظة نتمنى من القيادة العسكرية ممثلة مثل وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن يولوا اهتمام جبهة قانية حتى تتحرك اتجاه مديرية الوهدية لتشكل نوعا من الضغط أو تشتيت الميليشيات والالتحام بجبهة فضحة التي نعم. الآن أعتقد أن جبهة ناطة وجبهة نعمان أصبحت يعني في التحام بعد أن تم تحرير موقع الهكعة. يعني كان هناك في مديرية نعمان مواقع تسيطر عليها الميليشيات ولكن تم تحريرها، وهو آخر موقع الهجفة الذي تم تحريره من قبل الكتيبة التابعة للواء 173 بقيادة المقدم جاهد عبد الله عبد الرب العواضي، وهذا التقدم وهذا الانتصار مكن اللواء 173 بأن يلتحم بالألوية القادمة من محور بيحان نعمان اللواء 119 واللواء 26 ميكا، وأصبحت الآن أمامهم فضحة هي الهدف والاستراتيجية القادمة إن شاء الله. نعم. بالتوجه باتجاه منطقة العريف، المنطقة الاستراتيجية التي تكون الفاصلة بين مديرية الطاقة ومديرية السوادية. نعم. طيب عميد مراد، ذكرت وشددت على نقطة عدم توقف القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الآن في المعركة، وأيضا شدد عليها العميد حسين العمري، الأسباب التي تجعل المنتصر يتوقف عند هذا الانتصار ويعني يذهب الحماس وأيضا لا يستغل يعني مرحلة تفكك العدو وانهزامه، الأسباب تعود لقوات الجيش الوطني للمقاومة أم بالتحالف العربي أم بالقادة العسكريين المسؤولين على هذه الجبهات؟ أولا أنا أعتذر للأخ العميد حسين أني لم أرحب به، وكان واجب الترحيب منا عموما. نعم. أنا لم أتحدث عن قضية أنني أقلل من إنجاز الأبطال أو من حجم الانتصار، أنا تحدثت عن أننا يجب أن نعقلها ونتوكل، نعم. وبالنتيجة نحن الآن لا مجال للعودة إلى الماضي، نحن الآن أمام حالة موجودة. عموما صبحة يعني أسباب التوقف هي كثيرة، أولا المنطقة جبلية، وعندما يعني تقوم القوات بفعاليات في مناطق جبلية يكون حجم الإرهاق شديد، وعند بلوغها أهدافها يعني يكون الإرهاق أخذ مبلغه ويعني ومداه، وما فيش قطعات، مش محتفظين بقطعات احتياطية لزجها لاستثمار الفوز والاندفاع يعني للمهمة التالية أو لاستثمار الفوز. نعم. والجزئية الأخرى اللي هي مسألة يعني والله لا أدري، أنا بالنسبة لي يعني إحنا ثقافتنا في اليمن هذا البحث عن الغنائم، والجيش الوطني لا يجب أن يبحث عن الغنائم، يعني فرد يروح يدور له بندق ولا يعني يدور إيش، أنت يجب أن تؤدي واجبك وستكافأ. نعم. وهذه الجزئية الأخرى أيضا المعوقات الاجتماعية، يجي لك واحد شيخ يقول أنا لا أحد مر من بلادي، يعني اليوم الأول يوم انتصروا في بيحان وصلت قوات اللواء 26 إلى جذر العذبة، وارتكز واحد من الطيبين الطاهرين قال بلادي ما حد يحضرها، طيب يا رجل يعني تتراشى مواطن من دفعت أبنائك وفلدت أكبادك من أفرادك، يعني ونوقف القوة إلى أن يستعيد العدو توازنه وفي الأخير ندور على عملية جديدة. فأمور كثيرة، أمور كثيرة، ويجب أن تسجل هذه الملاحظات، ويجب أن تعالج ويجب أن تعامل كقبائل. نحن جيش وطني مهمته استعادة الشرعية، استعادة أراضي اليمنية من الإنقلابيين وأعوانهم،
ولا يهمنا من يتهمنا سواء كان أخوي خالي، أنا أؤدي مهمتي وأنصر الحق والعدل، وهذه الأشياء يعني بتعمل لنا إرداءات كثيرة. وأشدد مرة أخرى على أن المحور الرئيسي للحركة باتجاه البيضاء يجب أن يكون محور الآن، ما نسميش محور لا ناطع ولا نعمان، محور الملاجم، مديرية الملاجم. ويجب على قبائل الملاجم أن يدركوا أنهم أن بلادهم إذا الحوثي لم يتصرفوا معها كما يجب سيحولها إلى مزرعة ألغام وإلى مزرعة شراك، وإلى أبنائهم عرضة للموت وحيواناتهم عرضة للموت وكل ما هو قابل للحياة سيفنيها الحوثي. يجب أن يتخذوا قرار وأن يلتحموا بالجيش الوطني وأن لا يسمحوا للحوثي بأن يضع شراك أو ألغام أو أي شيء يؤذي البشر. نعم. طيب عميد مراد، الآن حجم الدعم الذي وصل لجبهة البيضاء مع إعلان هذه العملية العسكرية من محورين، محور الملاجم ومحور نعمان، برأيك هل هي كافية وهل هناك فعلا دعم حقيقي هذه المرة؟ والله يا أخي العزيز، أني حسب ما وصلني أنا يعني كنت قائد المحور إلى فترة وجيزة، وأنا اللي رفعت الطلبات وتم الموافقة عليها. إذا يعني وصل لجزء كبير من الطلبات كمرحلة أولى، ولو استخدمت الاستخدام الأمثل حتمكننا نعمل شيء محترم وشيء رائع. وإذا لم تستخدم الاستخدام الأمثل فلا يعني فسنكون محلك سر. ولكن الأهم الذي يجب أن أشدد عليه ألا وهو عدم السماح للحوثي بأن يلتقط أنفسه، وبالتواصل مع قبائل الملاجم بأن عليهم أن يحموا بلا أن يرحلوا الحوثي أو أن يقاتل كالرجال، أن لا يحتمي بالألغام وبحقول الشراكة الخداعية، لأنها ذنبها في حق المواطن البسيط أكثر من ذنبها في حق القوات المهاجمة والجيش. صحيح. يعني الجندي هو مهيئ نفسه أن يقتل أو يقتل، يعني عندما يؤمن بقضية، لكن المواطن البسيط راعي الغنم عابر الطريق يعني كارثة عندما تتحول بلاده إلى 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 حقل موت. نعم. وأنا أشدد وأدعو قبائل الملاجم إلى أن يتركوا يعني مسميات، هم منتظرين من ما فيش حد حيدفع. نعم. ما فيش حد حيدفع. نعم. يجب أن يقوموا أن يقفوا موقف الشرف وأن يقاتلوا العدو وأن يلتحموا بقواتنا المسلحة وأن يدحروا الحوثي هم قبل أن يدحر الجيش. والله سبحانه وتعالى الظلم سيزول ولن يبقى إلا الذكرى. نعم. لن يبقى إلا الذكرى. فأكرر الدعوة فيهم من الأبطال والرجال الأشاوس والوطنيين الأفداد من نشهد لهم ومن نعرفهم، وهذا ما أريد أن نقوله. هو أشكرك جزيل الشكر قائد محور البيضاء السابق العميد الركن مراد المرادي، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى الخبير العسكري العميد حسين العمري. سيادة العميد، إذا تحدثنا بصورة أكبر، تحرير البيضاء أهميتها الاستراتيجية عسكريا بالنسبة لتحرير اليمن والوصول إلى صنعاء. عزيزي، لا يخفى عليك ولا على المشاهد الكريم بأن البيضاء موقعها الاستراتيجي هو من أهم المواقع الاستراتيجية على الإطلاق في عموم الجمهورية اليمنية، فهي المحافظة الوحيدة التي تطل على ثمان محافظات، أربع محافظات جنوبية وأربع محافظات شمالية، ونحن نقول أن من يسيطر على البيضاء يمتلك مفتاح صنعاء. طبعا فيما مضى كانت هناك أسباب غير منطقية لتأخير تحرير البيضاء، مع أننا كنا نتمنى أن يكون تحرير البيضة منذ زمن طويل، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. نعم. الوقت الحالي لا نريد أن نضع أي لوم ولا نضع أي تحامل على الآخرين، نحن نقول اليوم نحن في فرحة بما حققه من انتصارات حققتها قوات الشرعية والمقاومة الشعبية من أبناء القبائل مراد ومارب بشكل عام والبيضة وبيحان، ونقول أننا نطمن بأن المنطقة التي الآن تقوم فيها المعارك هي منطقة غير
حاضنة للميليشيات الحوثية. فقبيلة الملاجم هي قبيلة كبيرة جدا ومديرية كبيرة واسعة الأطراف، ونحن نعلم علم اليقين بأن أبناء الملاجم الشرفاء لا يوجد حاضنة إطلاقا للميليشيات الحوثية، وهم مع الشرعية قلبا وقالبا، لكن لا نحملهم فوق طاقتهم، فهم في الأول والأخير هم قبائل لا يمتلكون ما تمكنهم من مواجهة ميليشيات تمتلك إمكانيات دولة. ولكن نحن نقول إن نؤكد للجميع بأن قبائل البيضاء بشكل عام والملاجم بشكل خاص والسوادية والطفة عندما تصل طلائع الشرعية إلى حدودها ستنتفض وستكون ساندة ومعاونة للقوات الشرعية، ولكن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نحملهم فوق طاقتهم لما نعلمه من إمكانياتهم التي يمتلكونها لا تتكافأ مع إمكانيات العدو التي يمتلك إمكانيات دولة. ونحن نقول أن هذا النصر الذي حققته القوات الشرعية والمقاومة الشعبية هذا شيء نفتخر ونعتز به، ولكن نوصي القيادة العسكرية ممثلة بقادة الألوية التي شاركت في هذه العملية واللواء 26 واللواء 173 و353 واللواء 163 واللواء 119 المقاومة الشعبية بأن النصر جميل والأجمل والأفضل هو الحفاظ على هذا النصر. نعم. أن يتمسكوا بهذه المناطق التي تم تطهيرها كونها مواقع استراتيجية هامة تمكنهم من التقدم قدما باتجاه تطهير محافظة البيضاء من خلال مديرية الملاجم والسوادية. وكذلك نتمنى على القيادة السياسية والقيادة العسكرية أن تولي جبهة قانية الوهدي اهتمام خاص في هذه اللحظة. أشكرك سيادة العميد. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل والخبير العسكري العميد حسين العمري، كنت معنا من ألمانيا على مشاركتك معنا، والشكر أيضا لقائد محور البيضاء السابق مراد المرادي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل عبد الرقيب الأبارة والزميلة شروق القاسمي، كما يلكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.